مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. المحكمة تبرئ دنيا بطمة، إليكم التفاصيل. دنيا بطمة ليست الوحيدة، مشاهير واجهوا أحكاما بالسجن في السنوات الأخيرة. المحكمة تبرئ دنيا بطمة، إليكم التفاصيل. كشف النقيب عبد اللطيف بعشرين محامي الفنانة المغربية دنيا بطمة عن وثيقة تؤكد براءة موكلته من تسيير حساب حمزة منبيبي. ونشر بعشرين شهادة ضبطية بمنطوق الحكم الصادرة في حق دنيا بطمة، تؤكد من خلالها براءتها من بعض التهم، وأبرزها عدم مؤاخذتها من أجل جنح المشاركة عمدا في عرقلة سير نظام المعالجة الآلية وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وبراءتها من ذلك، فيما تمت متابعتها من أجل الباقي المنسوب إليها ومعاقبتها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم، مع الأمر برفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمة بعد سيرورة هذا الحكم نهائيا، وبإرجاع مبلغ الكفالة للمتهمة بعد خصم الغرامات والسائر. دنيا بطمة ليست الوحيدة، مشاهير واجهوا أحكاما بالسجن في السنوات الأخيرة. أسدل الستار قبل أيام على القضية الشهيرة باسم حمزة منبيبي المتعلقة بحساب على السوشيال ميديا يعمل على التشهير وابتزاز المشاهير، وتم الحكم فيها على الفنانة دنيا بطمة بالسجن 8 أشهر لاتهامها بأنها من إحدى المتورطين بهذه القضية. ولم تكن دنيا بطمة الأولى التي تواجه حكما بالسجن، حيث سبقها العديد من النجوم استعرض لكم أحدثهم في السنوات الأخيرة. الحكم بسجن دنيا بطمة 8 أشهر. الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة المنتج البحريني محمد الترك تواجه حاليا حكما نافذا بسجنها 8 أشهر وتغريمها ب10,000 درهم مغربي، وفق قرار صادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في القضية الشهيرة التي تتعلق بحساب على السوشيال ميديا باسم حمزة منبيبي، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأشهر الماضية. محمد وزيري في السجن. المنتج المصري ومدير الأعمال السابق للنجمة هيفاء وهبي محمد وزيري يقبع حاليا في السجن على ذمة التحقيقات، بعدما رفعت الأخيرة دعوى عليه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من مالها الخاص وممتلكات لها. وكانت هيفاء وهبي رفعت في مطلع مايو الماضي محضرا عن طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جناح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات. ويأتي ذلك تزامنا مع خسارة محمد وزيري دعوى إثبات زواجه من هيفاء وهبي، والتي كان قد أقامها ضدها قبل أشهر، وذلك لعدم الوصول لأصل عقد زواجهما الذي زعم وزيري أنه يمتلكه. سجن مريم حسين. الممثلة العراقية مريم حسين أمضت في شهر فبراير الماضي 2020 حوالي 10 أيام من عقوبتها المتمثلة بسجنها لمدة شهر وترحيلها عن الإمارات بعد صدور الحكم النهائي في قضيتها مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بسبب قضايا السب والتشهير المتبادلة بينهما.
وكان العديد من النجوم حاولوا التدخل في هذه الأزمة مطالبين حسين الجسمي بالتنازل عن القضية، وبينهم النجمة الإماراتية أحلام والفنانة مها أحمد. سجن سعد المجرد. الفنان المغربي سعد المجرد نفذ عقوبة الحبس مرتين، إحداها في العام 2017 والثانية في عام 2018، وذلك بتهمة التحرش بامرأتين في فرنسا، وأثارت قضيته الكثير من الجدل والضجة بين الوسط الفني والجمهور. وعاد سعد المجرد بعد الإفراج عنه للغناء وإطلاق الحفلات الغنائية، وبين غنائه على مسرح الرياض في ديسمبر 2019، كما أحيا حفلة أخرى في دبي في شهر يناير من هذا العام. سجن ميريهان حسين. في مطلع 2019 نفذت الفنانة المصرية ميريهان حسين حكم حبسها لمدة أسبوعين في القضية المعروفة إعلاميا بكمين الهرم، حيث قامت بتسليم نفسها للشرطة وتم ترحيلها إلى سجن القناظر لتنفيذ العقوبة. وكانت أزمة ميريهان حسين بدأت في يونيو عام 2016، حيث كانت تقود سيارتها على طريق المنصورية واستوقفتها قوة أمنية، لكنها استكملت القيادة بسرعة عالية وتخطت القوة الأمنية، إلا أن ضباط الشرطة استطاعوا إيقافها واتهموها بالتعدي بالسب والقذف عليهم وصفع أحدهم، وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، لكنها ذكرت أمام النيابة أنها تعرضت للضرب والسب والاعتداء. وامتدت جلسات الحكم إلى 2019 ليتم الحكم على ميريهان بالسجن لحوالي عامين ودفع غرامة مالية كبيرة، من ثم تم تخفيف الحكم إلى أسبوعين.